عواجل دراجة نارية تستهدف في قرب النبطية في جنوب لبنان. طبعا تستهدف هذه الصور أو مشاهد لاستهداف الدراجة نارية في كفجوس قرب النبطية في جنوب لبنان. إسرائيليون يستهدفون دراجة نارية في النبطية. طبعا دي أكثر من يعني واضح أنها غارة أو استهداف نار مستمر نتج عنه هذه الحرائق في هذه الأدغال، وهذه سيارة ضربت بهذه الطريقة. واضح أن العملية أكبر من دراجة نارية، وبالتالي نعرضنا عليكم الصور المبدئية، وحينما يتم التأكد من المعلومات بشكل كامل سنوفيكم بكل ما هو جديد. هذه الساعة انتهت.